هو قال لك غلط، راه مهم نطلب الاعتذار من المغاربه، و ماشي حيت غلط كلشي ينوض يدعيه. دابا كاين اللي دعاه الاولاني، اول واحد دعاه هذاك بيني وبينك اغراض سياسيه، انا تتبان لي اغراض سياسيه، ودابا كلشي ولا باغي يبان على دارو كلشي، حتى من يمكن حتى هذاك نزار السبيتي حتى هو ناضي يدعيه، علاش؟ اي باش يبان في الصوره ويهضروا عليه حتى هوايا، كلشي ولا باغي يبان على ظهر طوطو. هو شوف هذه القضيه ديال الاعتقال ديال طوطو، انا الصراحه ضدها، حيت ما دار شي حاجه اللي تستاهل انه يعتقل عليها وكذا، حيت غادي نشوفوا الحوايج اللي مشى عليهم، انه مثلا شي كميه الحشيش ولا شي خسر الهضره ولا الاخلاء بالحياء العام. القضيه ديال الاخلاء بالحياء العام، ولكن بزاف ديال الحوايج اللي فيهم اخلاء بالحياء العام، بحال مثلا مهرجان ديال الموازي راه بينو شاكيرا، بينو جينيفر لوبيز، يعني بواحد اللباس اللي ماشي هو هذاك، وبانو في التلفازه، يعني وما كانش واحد المحاسبه ولا داك الشيء. قضية ديال انه تيخسر الهضره، هو الكلتور ديال الراب باك كدايره، يعني تتسمى اصلا موسيقى الزنقه، يعني ما غاديش تساين منها واحد الكلام اللي نقي، واحد الكلام اللي مؤدب. زائد القضية ديال تخسارة الهضره، يعني كاينه في بزاف ديال الفنون، مثلا غير الشعبي ولا مثلا العيطه ولا، راه فيها واحد الكلام اللي زعما بلوس 18، يعني ماشي غادي نجيو نشوفوا غير الراب. الفنان خاصو يكون حر، حر في هذاك الشيء اللي تيعطي. دابا بحال الراب كما تعرفوا تيعطي الواقع شنو كاين، هو بينو في هذاك الكونسير شاد القرعه وتيتكيف في هذاك الحشيش وداك الشيء، هذاك الشيء بعدا راه كان في واحد الكونسير بريفي، يعني راه ماشي اي واحد غادي يدخل ليه، تشد ولا ما تشدش، المهم هو ما خاصوش يتخسر ليه الكارير ديالو. هو راه تبارك الله راه في سبوتيفاي، راه دابا هو من الاوائل في افريقيا، وماشي غنخسر حيت بان غنخسروا ليه الكارير ديالو. كنا فحال هكذا حنا المغاربه، راه غادي كاع الفنانين اللي عندنا نخرجوا عليهم حنايا، حنا المواطنين، حنا المتابعين. ما كيستحقش كاع ديك الاعتقال ديالو، حاجه عادي اللي قال داك الشيء طبيعي جدا، حاجه كما قال راه موجود في اي بلاصه، ماشي شي حاجه جديده علينا. كما قلت لك خصنا نشوفوا موسيقيا يعني شنو كيعطي، وهو محقق اكثر من 20 مليون استماع في سبوتيفاي، والالبوم ديالو في 2021 كان هو مرتبه السادس عالميا، فصافي ما خصنا نعاتبو الحشيش ولا واشم ولا هكذا، داكشي ماشي سوقنا. تيبان لي انا القضيه ديال طوطو هو انه غير ركبت الفداء ديال واحد الحسابات، حيت نشوفوا هاد الهايله هادي كامله اللي نايضه هي واحد الحسابات اللي نقولوا شبه سياسيه ولا سياسيه، وفي اخر المطاف تنتمنوا ان هذا المشكل هذا يتحل، ومشوا للمشكل الاكبر هو هادشي ديال غلاء الاسعار اللي تنتمنوا يتحل في اقرب وقت. ما غاديش يكون بحال بيب ولا سنوب دوغ اللي كثر منه في نيبال، هذا الشيء اللي غنقول صافي. انا بان لي طوطو تاخذوا غير طريق لحاجه اخرى. هو ممكن حيت دابا مثلا خصوصا اللي كانوا واحد العقوبات الكبيره على واحد الفنان اللي دابا تنشوفوا ناجح في الراب، يعني حتى الفنان الاخر الا بغاو يديروا مثلا واحد العمل فني غادي ياخذوا الاخر كنتيجه ديال هذا الشيء ديال حريه التعبير في الراب وكذا، يعني حتى هذا الشيء غادي ينقص، يعني ما بقاش نشوفوا ذاك الراب وذاك الكلتشر اللي حنا متعودين عليها، غنبقاو نشوفوا ذاك الراب اللي كيوت، ذاك الراب اللي انا الراب ديال التلفازه كما تيقولوا.